ان انا ابدا بالبهجه في نجوم رمضان. وطبعا علشان نبدا بالبهجه لازم نحط رجلينا على عتبات البهجه. ممكن نغوص في عتبات البهجه وممكن نفضل على اول عتبه، ولكن البهجه كلها حتى وهي بتشرشح تحس في بهجة في وشها، نظراتها، طريقتها كلها بهجة. وأنا بقول هي بنت بلد مصرية من جوه مصر، مش قادرة أصدق إنها مش مصرية. الأدوار اللي بتعملها بتدل على إنها عايشة معانا وجوانا وفي كل بيت مصري. النهاردة أنا سعيدة إن أنا معايا نعناعة، نعناعة قلبي اللي منوراني النهاردة، أحلى 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 نعناعة. معقولة؟ قولي لي انت بتجيبي ده منين؟ مراسي ولا نعناعة ولا أعمل فيكي إيه؟ أبوسك الأول؟ تبوسيلي الأول، ألف ألف مبروك حبيبتي. أولا الله يبارك النجاح فيكي. لنجاح لنجاح حبيبتي، الله يبارك فيكي، وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم عليكي. وأنا مبسوطة إن أنا هنا معاكي ودايما مع بعض إن شاء الله كده ناجحين. أنا اللي سعيدة بيكي وسعيدة بنجاحك، واسمحوا لي النهاردة إن احنا هنغوص على عتبات البهجة ونشوف البهجة ونشوف نعناعة وإزاي قدرت إنها تنسينا مراسي وتخلينا دلوقتي عايشين مع نعناعة، وإزاي هي بتبدع في بنت البلد وتخلي الـ الـ الشارع المصري يحس مفيش غلطة في اللهجة، في الطريقة، في الكلام، في النظرات، في الحركات، وإزاي إنها قدرت إنها تسعد الجمهور من خلال عتبات البهجة. الورد ده عشانك يا أحلى وردة في الدنيا حبيبة قلبي. أحلى وردة، أنت اللي أحلى وردة. وخليكم معنا وتابعونا، حلقة قوية جدا مع حبيبة قلبي اللي أسعدتني النهاردة واللي هنسألها على كلام مش هيتقال غير عندنا النهاردة، فخليكم معنا وتابعونا. يا مساء البهجة. بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة، أنا اسمي بهجة الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لا، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين. إذا عجبكم المحتوى، فرضا يعني لو عجبكم المحتوى، ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشير والحاجات بتاعتكم دي. صباح أو مساء البهجة. أيوة مين؟ من بهجة الأنصاري. أنا بهجة الأنصاري. يعني طبعا النهاردة أنا سعيدة جدا، واللقاء ده كان أنا مستنياه، عايزة أعمله السنة اللي فاتت، لأن السنة اللي فاتت كانت عاملة شخصيتين أنا وقعت في غرامهم، والجمهور كمان حبهم ومختلفين تماما، دميانة ومراسي. والنهاردة بقى بتفاجئنا بنعناعة، وكل اسم بيبقى علامة، يعني حتى بيقولوا إيه الجواب بيبان من عنوانه، ومن أول ما بشوف الاسم بعرف إن الاسم ده هيستمر معانا طول السنة. الأسابي بتختارك ولا أنت اللي بتختاريها؟ والأدوار بتختارك ولا أنت اللي بتختاريها؟ إيه نعناعة؟ ما أعرفش، بس شكل الأسامي هي اللي بتختارني، بس أكيد أنا اللي بختار الأدوار. يعني يمكن أبقى محظوظة، أنا بحس إن أنا محظوظة، ويمكن أنا بدور على الحاجات المختلفة بالنسبة لي كجمانة، الحاجات اللي أنا ما عملتهاش قبل كده، وبحب إن أنا دايماً كل سنة يعني أطلع على جمهوري بشكل مختلف. أكيد، وكل سنة بتفاجئينا، وأنا يعني إيه بقول يا ربي جمانة قمر ومتوضبة وجميلة والجسم متزبط والسينيهات يعني الناس كلها بيموتوا في الفالنتينو والديور والحركات، اللبس الشياكة اللي بتلبسيه، وبلاقيكي بتسيبي كل الحاجات الحلوة دي وتروحي للجلابية والطرحة ومفيش مكياج. ليه؟ بصي هقولك أكتر من حاجة. أول حاجة زي ما قلتي الناس كلها عارفاني، فأنا مش محتاجة أثبت حاجة لحد.
الناس بتشوفني على السوشيال ميديا، بتشوفني بالحاجات اللي انا بنزلها، بتشوفني بلبس، بتشوفني في ميك اب. فانا مش محتاجه اثبت حاجه لحد، انا محتاجه انا اثبت حاجه لنفسي، ان انا ممثله دايما بتبحث عن الاختلاف. بروح الحاجات اللي هي بعيده عني، مش شبهي، عشان بيبقى تحدي ما بيني وما بين نفسي ان انا قادره اعمل ده. وكل ما الشخصيه كانت بعيده عني اكتر، كل انا ما بروح لها اكتر. فيمكن عشان كده يعني دايما بختار ادوار بعيده عني كل البعد، سواء السنة اللي فاتت ولا السنة دي ولا اللي قبلها، دايما ببقى حريصة على كده. يعني بحس ان انت عايزة جمهور معين بتروحي له، يعني انت بتدوري على جمهور معين بالادوار دي. هل ده بيبقى فعلا في دماغك ان انت عايزة تخاطبي الناس دول او الجمهور ده اللي بيحب الشخصيات دي، ولا انت جت معاكي بالصدفة ان اختاروكي في الادوار دي وكانت حلوة ما قدرتيش تقاومي ان انت ترفضيها؟ انا ما اقدرش اقاوم الادوار الشعبية. بحبها بعشقها. لايقالك بحبها قوي يا بوسي. انا بحب الناس الشعبيين بصراحة، ويعني وبحب اعمل ادوار شعبية. فلما بيجي لي ادوار شعبية ببقى فرحانة جدا، وده مش شيء مش سهل، شيء صعب جدا، لان انت لما تعملي اكتر من شعبي، يعني انا عملت سينما وتلفزيون ولسه السنه اللي فاتت عامله شعبي، فلازم اعمل حاجه انها ما تلمسش مع الحاجه اللي انا عملتها قبل كده. فبياخد مني مجهود ومذاكره وشغل كتير قوي، يعني عشان فعلا ابين لهم ان دي مش اللي شفتوها قبل كده. وفي نماذج كتير شعبيه، وبحس ان يمكن عشان هي الطبقه الاغلبيه، فانا دايما بحب ان انا اخاطبهم وابقى منهم وبحبهم. بقى الردح ده فين؟ يعني انا ما بشوفش ده طبعا، يعني ايه كل بلد وليها طريقه وليها حق، يعني تفاصيلها الصغيره. انت التفاصيل الصغيره دي، هل يعني دي من السينما المصرية، ولا انت بتنزلي فعلا بتروحي وبتشوفي وما عندكيش ولا غلطة في اللهجة؟ اكيد كلنا تربينا على المسلسلات والسينما المصرية، دي حقيقة. وانا اصلا يعني انا قلتها قبل كده وبرجع اقولها، انا اول مرة وقفت قدام كاميرا كانت كاميرا مصرية في مسلسل مصري، كان عندي 4 سنين. فانا ابتديت اصلا يعني في مسلسلات مصرية. وزي ما قلت لك، انا عاشقه للسينما المصريه والدراما المصريه والشعب المصري، انا بحبه. انت ما تعرفيش تعملي حاجه وتبدعي فيها وتعمليها صح الا لو كنتي حباها. فانا دايما بحس ان انا روحي مصريه. بحب مصر، بحب اهل مصر. وانا دايما بقول ان اللهجه المصريه هي مش حكايه ان انت تتكلمي مصري، هي تبقى روحك مصريه، عشان هم عندهم روح خاصه بيهم، هم دمهم خفيف، قريبين من القلب، ايقاعهم سريع. فلازم تبقي شبههم، ويعني متأثرة بيهم جدا. يمكن أنا متأثرة بالشعب المصري، دي حقيقة، عشان تعرفي إن أنت يعني تجسدي أدوار مصرية. ده أنا فكرت أعمل لك كشك من كتر ما أنت، يعني أنا مقتنعة إن أنت نعناعة صعبة الكشك يعني. فأنا فكرت وقلت يا والله طب ما نعمل لها كشك، دي هتعمل فلوس كويسة قوي لو نعمله في الصيف بقى في الساحل. وعندك إيه يعني دماغك ما شاء الله شغالة، شلتي النجيلة وبطلتي الأرضية وبتعملي كافيه وعمالة تطوري من الكشك، يعني سحبتي يعني. أقول لك على حاجة يا بوسي، أنا لما بشتغل ولما بقف قدام الكاميرا، يعني انا عندي مراحل في شغلي. اول حاجه بقرا الدور، لمس حاجه فيا حبيته، حسيت ان انا يعني ممكن اعمله، دي اول مرحله، ان انا احب الشخصيه سواء كانت شريره ولا كانت كويسه، لازم احبها بكل حاجه فيها. فده دي اول خطوه. تاني خطوه بقعد اشتغل عليها وبقعد اشوف، يعني زي ما قلت لك، انا اكيد السينما المصريه ليها دور، بس انا كمان بنزل الشارع وبشوف وبتفرج على السوشيال ميديا، على تيك توك بشوف الشخصيات الكتيره. دايما انا في حاله مراقبه، براقب كل اللي حواليا، لان انا في يوم من الايام هعمل الشخصيه دي او دي او دي. فلازم الفنان يبقى بيشوف وبيركز كده على تفاصيل معينه.
فكل ده يعني بشتغل على نفسي كتير في الناحية دي. وبعدين لما بحب الشخصية وبذاكرها وبضيف لمساتي، بخلي الدور لحم ودم، مش زي ما هو مثلا بقوم خلاص أنا قايلة الحوار وخلاص. إضافاتك ليها إضافات لازم إضافات. إيه الإضافات اللي عملتيها؟ كتيرة جدا. يعني في أدوار بتبقى فيها لازمة معينة، في أدوار طريقة الكلام ما تبقاش شبه الطريقة اللي قبلها، لأن إحنا في الحياة مش كلنا بنتكلم بنفس الطريقة. يعني أنا كجمانة ما بتكلمش زي بوسي، يعني فهماني؟ كل واحد ليه طريقة، كل واحد ليه طريقته. مراسي غير نعناعة غير دميانة. أيوة. فأنا بحاول إن أنا ألاقي لها طريقة في الكلام، بحاول إن أنا ألاقي لها لزمات معينة، بحاول إن أنا ألاقي لها مثلا يعني بركز على شغلات هي ممكن تبقى حباها أكتر، ظاهرة في شخصيتها، بحاول أظهر كم صفة فيها، بركز عليهم في الكلام، ممكن أضيف كلمات معينة تظهر شخصيتها. بشتغل، أنا بشتغل على فكرة على دوري، يعني مش بقوله زي ما هو، يعني مبذول عليه مجهود. يعني في ناس بتدخل موظفين بيشتغلوا بيعملوا الدور زي ما مكتوب لهم وشكرا، بيعتبروا ده مهنتهم يعني. وفي ناس بتتعب، يعني في طبعاً فنان بيصنع دور وفي دور بيصنع فنان. مظبوط. غير كده نعناع بقى، انت دور انت صنعتيه ولا هو اللي صنعك؟ هو هقول لك حاجه، انا قدام الكاميرا بجد انا ما ببقاش انا، يعني انا مثلا زي ما قلت لك بذاكر وبجتهد وبعمل وببقى بسمع قبل المشهد، اول ما الكاميرا تدور انا بنسى جمانة، انا ببقى نعناعة. وحتى يعني بفضل طول الوقت نعناعة لغاية ما اخلص الشغل، يعني حتى بروح البيت بتكلم بنفس الطريقة من غير ما احس، وممكن اعمل حاجات يقولوا لي انت عملتي كده، اقول لهم انا عملت كده ازاي، خصوصا ان انا ما بتفرجش على نفسي. انا ما بتفرجش على نفسي في اللوكيشن، لا 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 نهائيا ما ببصش على المونيتور اطلاقا، عشان ما شتتش نفسي وعشان ما ركزش على حاجات اللي بيركزوا عليها الستات، الشكل. فالشكل اخر حاجه ممكن افكر فيها. بفكر في الشخصيه. ما بتعمليش بقى زي ايه يعني في بعض الفنانات، استوب المرايه لو سمحت، حاسه هنا استوب الشعرايه دي، وتلاقي الكوافير والماكير واقفين في التصوير سبراي روجاجو، سبراي روجاجو. يعني انا ممكن مره واحده جيب لي المرايه اتخانقت معايا، قلت له ليه انا اوريدي مش حاطه ميك اب، انت جايب لي مرايه ليه؟ فاللي هو عرقانه، طب الشخصيه بتعرق عادي، هي في الشارع ست شقيانه فطبيعي انها تبقى عرقانه. فلا ما بتفرجش على نفسي ومش مهووسه بشكلي اطلاقا اطلاقا. يمكن في حياتي العاديه في حياتك بتقفي قدام المرايه كتير لكن لما بتخش البلاتو خلاص بتنسي، لا 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 بتركزي خلاص. الشخصيه اهم من الشكل. ويمكن عشان انا ببص لنفسي بطريقه مختلفه، يعني انا ببص لحاجات بشوفها يمكن الناس ما شوفهاش. دايما اي حد بيشوف عيوبه اكتر من الجمهور العادي. ممكن طبعاً الجمهور ما يحسش، بس احنا مراية نفسنا. فانا عشان ما احطش نفسي في المواقف دي واشتت تفكيري وذهني، ف يعني بريح نفسي وخلاص بتكل على الله. انا دخلت خلاص، فانا يعني لبست الجلابيه ونسيت بقى نعناع قاعده اتكلت على ربنا، ونعناع مش مهتمه بالمرايه. اهم حاجه ابقى حافظه، عشان ما قله الحفظ بتاثر على الاحساس، بتضيع الاحساس وبتضيع سخونه المشهد حتى مع دي اهم حاجه الفنان اللي قدامك. يعني يمكن الفتره اللي فاتت في المسلسلات التركي واستلتو والخائن والجو اللي بيتعمل ده بخلي الناس رايحه له اكتر ومنبهره بيه، منبهره بالجمال واللبس والشياكه، وبيقعدوا على استيليتو ده كان كل يوم يفصصوا الفساتين اللي فيه. مش عايزه تروحي للحته دي برضو فتره وترجعي تاني للشعبي؟ انا اوريدي اصلا عامله مسلسل ان شاء الله هيتعرض قريب باذن الله، بس بقالنا كتير عاملينه، مفترق طرق 45 حلقة. فده يعني في لبس وفي حاجات كتير، فأنا أوريدي عملت ده وما عنديش، أنا مش ضد، بالعكس أنا المهم بس حسب. أنا المهم بالنسبة لي الشخصية،
انا بقول ايه، انا طالعه اعمل ايه، ده اللي يهمني. وانا كفن انا بحب التنوع، ما عنديش مشكله ابدا، بالعكس يمكن اللي جاي يبقى كده يا رب ان شاء الله. المسلسل ده فيه فرصه نجاح كبيره جدا، معاكي ملك الدراما مجدي ابو عميره طبعا، ده الكبير الشغلانه، ومجدي ابو عميره مع عصايه سحريه لانه يصنع النجاح بجد. وانا من انا وناس كتير في مصر بنعشق مسلسلات مجدي ابو عميره، وطلع نجوم كتير، ولو دخلتي على ماسبيرو زمان هتلاقي اهم مسلسلات اتعملت، عمل علامات كتيره طبعا، ليها علامات كبيره طبعا. معاكي كتاب مهم جدا لابراهيم عبد المجيد، عتبات البهجه، ومعاكي بقى مدحت العدل اللي عنده حرفيه في ان يحول الكتاب لصوره رائعه، ومش بس تتسلي ولكن بتفكري وانت بتعملي. فالمثلث وجمال العدل، العدل جروب طبعا الانتاج، فانت دخلتي على مثلث خطر، ازاي الهرم اللي انت دخلتي جواه ده، المثلث ده قدر ان هو يكون سند وظهر ليكي في رمضان السنه دي؟ نبتدي بمجدي. نبتدي بمجدي الملك، على بال ما مجدي هيعمل دلوقتي داخله معانا حلوه، بس يوصل ان شاء الله. طبعا انا بحبه جدا، هو مخرج عظيم، عمل علامات مهمه جدا، وكان نفسي اشتغل معاه من زمان، ويمكن كان اول عمل كنت هعمله في مصر اللي هو الحب موتن، كان مفروض يبقى اخراجه، بس حصلت ظروف، فاعتقد هو كان عنده حاجه تانية فاخرجه الاستاذ مجدي احمد علي، كمان بنوجه له تحيه. فوقتها اللي هو عشان كنت بتفرج على الضوء الشارد، وكان من المسلسلات الحلوه طبعا جدا، فكان نفسي ان انا اشتغل معاه، وما حصلش نصيب. تخيلي ان بعد سنين دي كلها ان احنا نجتمع، فانا اكيد في قمه سعادتي ان انا يعني هنجتمع ونشتغل مع بعض. غير ده ان انا استريحت في الشغل معاه جدا، هو حد مريح قوي، بيحب ممثلينه، ودي نقطة مهمة جدا لأي فنان، إن هو يحس إن المخرج حبه، مؤمن بيه. لأن أنا لو كنت أعظم ممثلة في الكون وحاسة إن المخرج اللي مش حاببني، أو اللي بيصورني في الكاميرا مش حاببني، أنا مش هعرف أقدم. يعني أنا دايما كل حاجة لازم أعملها في حب. فبصراحة هو مريح جدا، بيقول ملاحظاته بكل هدوء. قعدنا كتير اتناقشنا في الشخصية، بيدي ملاحظات يعني بمنتهى الإنسيابية. فأنا كنت بشتغل وأنا فكة وأنا مرتاحة، فأكيد أنا يعني انحظيت بالشغل معاه، ويمكن عشان كده طلعت مختلفة عن السنة اللي فاتت. بالنسبة طبعا للرواية، أكيد هي رواية مهمة جدا، وأنا قريتها أول ما قالوا لي عتبات البهجة على طول رحت قريت الرواية وحبيتها جدا، وحبيت المورال بتاع الرواية، وده اللي إحنا خدناه أكتر حاجة من الرواية. طبعا دكتور مدحت اخويا، وليه يعني مكانه كبيره فنيه، ومعزه كبيره شخصيه بالنسبه لي، ومش اول مره نشتغل مع بعض، فكمان في سهوله في التعامل. لو اي حاجه عايزاها عايزه اعملها بتناقش معاه، فهو حد منفتح يعني بيستوعب. في ناس ما بتحبش حد يغير لها حاجه، او ما بتحبش حد يقول خالص حاجه، لا هو بصراحه اي حاجه المهم تبقى في السياق الدرامي. مدحت عنده ليونه في انه هو جميل، يفهم منك وياخد وجهه نظرك ويقنعك بوجهه نظره، وهو بقى حافظني صم طبعا طبعا من غير ما اتكلم بيبقى عارف انا عايزه اقول ايه. والاستاذ جمال العدل طبعا، يعني اكيد انت عارفه انتاج وسخي، انتاج محترم محترم، دي يعني بين قوسين انتاج محترم، بيقدم دايما اعمال ذات قيمه فنيه محترمه، وده مهم كمان لاي فنان، عدا عن طبعا معزته الشخصيه يعني والعلاقه الاسريه اللي ما بيننا. بعيدا بقى عن كل ده اللي اتكلمت عنه وقد ايه هم كانوا كلهم، المثلث ده بيبقى الاساس العمل علشان يريح النجوم. لا انت كمان بين ايدين ناس بيحبوكي، دي بقى لا كمان ده موضوع كبير بقى، موضوع يعني تاني، موضوع يعني تاني. طبعا ان احنا يبقى معانا انتاج واخراج وموضوع حلو، ده بدايه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى لجوه
يحيى الفخراني بقى. فكرة ان انا اشتغل معاه حد ذاتها كانت بالنسبة لي يعني حلم من احلامي ان انا اشتغل معاه، لان دكتور يحيى هو مدرسة يعني في فن التمثيل بحد ذاته، فكنت حابة ان يبقى في ارشيفي ان انا اشتغلت معاه، وكنت قلقانة قوي بصراحة. بس اول ما تقابلنا واول ما عملنا اول مشهد استريحت، وحسيت انه في كيمياء ما بيننا، وكنت بستمتع في كل المشاهد اللي بنصورها مع بعض. يعني هو مدرسة زي ما قلت لك، هو بيمثل بطريقة سهلة صادقة. خدتي منه ايه؟ طبعاً. اللي اكتر حاجة، انت من نوع الذكية، ما انتيش بتعدي الامور كده، يعني بتلقطي من كل حد حاجة بتخزنيها لنفسك. يحيى الفخراني اكتر حاجة هتستخدميها في ادائك الفترة الجاية؟ هو العفوية في الاداء، دي اكتر حاجة يعني بتميز دكتور يحيى. هو عفوي جدا، يعني ما بتحسش ان هو بيمثل اصلا. وبعدين انا بعشق ضحكته، انما بيضحك بحسه بيبي يتربى في عزه، حماده عزه، تحسي ان هو حماده عزه. دول ما انا شايفاه حماده عزه بصراحه. فكنت بصراحه يعني انا اعتبر نفسي محظوظه بالتركيبه دي كلها. انا كمان محظوظه النهارده معايا الملك وصل. احنا بدأنا على بال ما كان يوصل، فسعيدة جدا النهاردة. وصل كمان، انا مش شايفة لسه يعني. طبعا اسمحوا لي ان انا حي الاستاذ العظيم الجميل اللي يعني انا بعشقك يا مدحت، وملك الدراما حبايب قلبي. ازاي صحتك حبيبتي. مجدي ده يا جماعة عشرة العمر. لا انت ورا كل النجاحات. ده عشرة عمر وملك الدراما، مفيش حد يعني قدي فرحان بعودتك للدراما. اتفضل. طبعا احلى مفاجأة معانا النهاردة العظيم والفنان الكبير اللي انا بقدره وبحترمه، لنوع انا بشوف الدراما من غيره ما بيبقاش ليها طعم. هو اللي بيدي للدراما المصرية القيمة والقامة، واللي أسعدنا ودايما ضحكته هي البهجة. أستاذ يحيى. أيوة مساء الخير. مساء الفل، منورنا. وكل سنة وانت طيب. وانت طيبة. وألف ألف مبروك المسلسل جميل، ونورت الدراما كالعادة. بنقعد ننتظر بهجة يحيى الفخراني على الشاشة. الله يبارك فيك، اشكرك. انا معايا يعني حبايبك الغاليين، استاذ مدحت العدل واستاذ مجدي ابو عميره وجمانه، وهم يعني سعداء ان التجربه دي كانت معاك السنه دي. فانت انا اللي اسعد بدونهم، ما كانش يبقى في بقى. العمل الدرامي ما ينفعش واحد لوحده ابدا، يعني لازم كل العناصر الجميله دي تبقى موجوده. فانا اللي بشكرهم وان هم يعني خدوني وسطيهم كده. شكرا جزيلا. انا بس عايز اعرف عتبات البهجه بالنسبه لك، ايه هي البهجه بالنسبه لك؟ والله يعني هي بدت البهجه يعني ما تقدريش توصفيها، لكن هي لحظه. والحقيقه الاستاذ ابراهيم عبد المجيد صاحب الروايه الاصليه قبل الدكتور مدحت، يعني احنا واخدينها من روايه الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، مع عتبات البهجة اللي هو اللي في السن ده. يعني أنا عشان كده يعني اندفعت، لأن الدور مناسب لسني. واللي حسيت إنه ممكن أحسه كويس، يعني أكيد إن السن ده بيبقى عايز يبتهج، لكن هو ما بيوصلش للبهجة كاملة، لكن مجرد وصوله للعتبات دي أهم. يعني يعني انت شايف ان ده كان الدور المناسب في الوقت المناسب اللي كتبه مدحت العدل، وشخصيه جديده عن روايه ابراهيم عبد المجيد. ما اختلوش بس. الروايه هي اللي اختارتك ولا انت اللي اخترتها؟ لا اللي اختارها
الدكتور مدحت اظنه الجمال جمال اخوه مش عارف مين اللي اختار الروايه اساسا. مدحت انت اللي اخترت الروايه. هو مدحت اللي اختار الروايه. خلاص كده يبقى مظبوط، يبقى مدحت يعني. طبعا انت ومجدي ابو عميره يعني عشره عمر. عوده مجدي ابو عميره بقى معاك السنه دي كانت ازاي؟ هي احلى حاجه ان انا قابلته بعد السنين دي كلها، احنا بقينا نشوف بعض. احنا اللي سعداء ان انتوا اتجمعتوا في عمل حلو. وجمانة مراد بتقول انها اتعلمت منك حاجات كتير جدا وحست انها دخلت مدرسة يحيى الفخراني. لا العفو، لا العفو، ما فيش مدرسة ولا حاجة، لكن هي ممثلة جميلة وشاطرة جدا واحساسها كويس، ده اهم حاجة. وما حسيتش للحظة غير انها تبقى مصرية، لان هي الشخصية مصرية 100%. نعناعة يعني حسيتها من الحارة المصرية فعلا. بالظبط بالظبط. احنا مش عايزين نطول عليك، ولكن احنا سعداء بيك وسعداء بدورك وبنحبك. كل واحد فيهم بيقولك كلمة اهو. جمانة بتقولك بحبك، مجدي بحبك جدا، ومدحت بيقولك بيعشقك، وانا بقولك انت حبيب الكل ونورت الدراما المصرية. ربنا يخليك، كل سنة وانت كل سنة وانت ناجح ومنور الدراما بتاعتنا وعامل لها القيمة والقامة كده دايما. بشكرك جدا، بشكرك جدا، سعيدة بيك. طبعا أستاذ يحيى يعني وجوده إضافة كبيرة جدا لأي عمل. وأنا يمكن كنت قاعدة مع مدحت في دبي، ومدحت قال إن بيجهز حاجة عتبات البهجة، فقلت له ده صعب، فإزاي قدرت إن أنت يعني تقنع أستاذ يحيى بهذا العمل؟ وإزاي الكتاب هو ينفع فيلم سينما أكتر منه دراما، وهو الكلام فيه قليل، يعني المورال فيه قليل، فلسفية أكتر شوية من أنه يبقى دراما. أولاً مساء الخير. مساء الفل. كل سنة وأنتوا طيبين. وأنت طيب ومنورين. أنت اللي منور الدنيا. الله يخليكي. بس يا بوسي أنت دايماً معانا، وأنا جايب لك معايا مسرحية شارلي، وهي بعد ما اتكتبت طبعت كتاب جايبها لك. دي حاجة تشرفني، لأن أنا من الداعمين لتشارلي شابلي. حقيقة يعني طبعا فكره ان الدكتور يحيى يبقى معانا ومعاه الاستاذ مجدي الملك، هي فكره الاستاذ جمال العدل، يعني ان احنا نزين السي في بتاعنا بوجود الدكتور يحيى الفخراني. دي حاجه، انا اشتغلت مع الدكتور يحيى مسلسل اذاعي ونجح جدا، بس اول مره نشتغل مع بعض تلفزيون. لما يعني التقت الرؤى قلنا تمام، كانت نعمل ايه بقى للدكتور يحيى الفخراني؟ انا ما فكرتش غير في عتبات البهجه. الفكرة الاثنين الأصدقاء اللي هم بيوصلوا لتقريبا مرحلة المعاش مع بعض، ده في الرواية الأصلية. ثم ازاي هنعملها، هي كانت مكتوبة من 20 سنة، ايه اللي حصل بعد 20 سنة، هو ده الجديد اللي أنا تناولته. يعني شخصية نعناع على فكرة شخصية موجودة في الرواية الأصلية باسم تاني، بس هي واحدة بتعمل شاي. فنعناع بعد 20 سنة بعد التطورات اللي حصلت دي وصلت لإيه؟ بقى عندها كشك، ثم بوتيك، ثم كافيتيريا، ثم خدت نص الجنينة. ما يحدث الطموح بالظبط كده، ما يحدث. وأغاني المهرجانات اللي ظهرت لنا في 20 سنة. ثم فعملت يعني معالجة. طبعا الأستاذ إبراهيم عبد المجيد كاتب كبير وكله، بس هو فاهم إن اللي بتشوفه غير اللي بتقراه، عدد اللي بيقراه هم عدد قليل قوي، لكن التلفزيون لازم معادل موضوعي بصري، حدوته فيها دراما علشان في كل الناس تقرا تتفرج عليها، البسيط والمثقف، وهو في مستويات من التلقي يعني. فانا كتبت سنة الدكتور يحيى ومعاه الاستاذ صلاح عبد الله، لان انا ومجدي الحقيقه ما قلناش اي حد يعمل دور عارفين غير صلاح عبد الله من اول ما كتبنا، وهو معمول له، هو معمول له فبالظبط كده. فانا عملت معالجه، وحبيت بقى اللي كان في القصه الاصليه ولاده بقوا احفاده، واللي تمت الاضافه اليه هنا او يعني في النص التلفزيوني صراع الاجيال. الراجل سنه كذا و70 سنه بيربي ولاد سنهم 20 سنه، اللي هو دي هيردمها ازاي؟ فلما عرضت المعالجه على الدكتور يحيى ومعايا الاستاذ مجدي والاستاذ جمال، طبعا الحمد لله عجبته جدا جدا، بس وابتدينا بقى نتكل على الله. وكان من المهم كمان ان انت دخلت الجيل الجديد ومشاكلهم،
ان انت بتتناول الجيل دلوقتي بكل الصعوبات اللي بيمر بيها، وده كان مهم المزج ما بين الاجيال في العمل ده، ودي كانت حاجه مهمه جدا. وحاجه يعني كمان مهمه يا بوسي برضو عشان الناس لازم تلتفت اليها، احنا بندور على مسلسل يعيش مش مسلسل بدور على ترند. ده فرق كبير قوي بين الاثنين على فكره. انا اسهل حاجه عليا، انا كان معايا عنب على فكره، انا كنت ممكن حلقه كل ممكن حلقه اعمل له غنوه. يعني كل حلقه كده اروح اعمل غنوه مهرجانات تلاقيها تاني يوم مكسره الدنيا. بس احنا كنا باصين للواقع اللي احنا بنشتغل عليه، ان انت بتعمل قيمه والاسره المصريه تشوف نفسها جوه المسلسل بكل بقى مشاكلها، بكل السنترز، بكل الولاد، بكل الدارك ويب اللي اول مره يطرح، بالابتزاز الالكتروني، كل ما يحدث في المجتمع المصري سنة 2020 احنا حاولنا نوصل له من خلال مسلسل عائلي جدا جدا، ما فيهوش شخص، كل عائلة تتفرج هتتفرج على نفسها جوه المسلسل، هتلاقي حاجة ليها في المسلسل. بمناسبة الترند، ما فكرتيش تشتري ترند؟ بيقولوا دلوقتي الترند بيتباع، او ما فكرتيش تبيعي في الكشك ترندات؟ الجزء الثاني هي نعناع. لا قولي لي يا نعناع، دلوقتي احنا سمعنا ان بيبيعوا الترند ده، ده حقيقي الموضوع ده؟ يعني كل انا كل يوم بصحى الاقي كل المسلسلات ترند ترند اول خمس ترند. دقايق يعني ده لسه الناس ما كانتش شافت المسلسلات، لسه محدش شافه يقول لك ده ترند. ما هو دي كتاب الكترونيه سوائل على فكره، اللي بتهاجم او اللي بتدافع يعني. برضو ممكن تبقى بتدافع وكتاب الكترونيه تانية بتهاجم كل المسلسلات، تبقى مهمه وكل حاجه في الدنيا، لكن تطلع كتاب تهاجمها من غير ما تشوفها. بس فده موجود وده موجود يعني. ما فكرتيش بجد يعني؟ ما دورتيش كده يعني؟ برضو الواحد ساعات بيستفز يعني. انا ساعات بقى ملقتش ترند رخيص على قد الايد، فقالت لك اشتغل من غير ترند. انا الحاجات دي طبعا يعني ما بتستفزنيش ابدا. والسنه اللي فاتت لما عملنا عمله نادره، المشهد بتاع النعش كان ترند يعني لوحده من غير ما الحمد لله ترند حقيقي يعني. وكنت كمان ترند في بابا المجال في نفس الوقت. ايوه، وفي المشهد بتاع النعش كنت ترند حتى تمني عالميا، مش بس في مصر وفي الدول العربيه. والسنه دي ان شاء الله احنا لسه ممكن. بقى ما تعرفش يعني، لكن ما بتتضايقيش انك تلاقي انت عامله مجهود ومشهد حلو وتلاقي ناس بتطلع ترند كل يوم؟ ويعني الحاجات دي ما بتضايقيش؟ ما ببصش للحاجات دي ابدا ابدا نهائيا نهائيا. مجدي زمان كانت الدراما بيقيمها نقاط كبار جدا، كان لما احمد صالح ولا كان السلاموني ولا الناس دي كانت تكتب يبقى المسلسل ده نجح، والناس دي لما تشتم ابراهيم سعدة، سمير رجب، كان في اساتذه كده سطر واحد يغير مصير حياه الدراما. دلوقتي اللي بينقد المسلسلات اللي قاعدين على التيك توك والناس بتستنى رايه، يعني الاقي ناس كده ما نعرفهاش خالص قاعده على التيك توك وتقول لك النهارده هنستعرض مع بعض مسلسل عتبات البهجه وشفنا فيه، وهي اللي بتبتدي تقيمك. ايه رايك في اللي بيحصل في الدراما؟ وانت سبتها شويه ورجعت لقيت ايه؟ المايك معاك اهو، خد المايك. لا المايك هنا، حاطط لك مايك. الاول انا فرحان ان انا في حضرتك بجد، لانك يا بوسي يعني على مدار تاريخي كل مسلسل انا بتعملها معايا حديث وبتعمل لنا احتفاليه، فمن هنا بوجه لك كل الشكر والتقدير. انا اللي سعيده بيك. تاني حاجه بجد انا بشكر الاستاذ جمال العدل المنتج العظيم انه رجعني لبيتي التاني العدل جروب في عتبات البهجة، ودكتور مدحت العدل اللي احنا عملنا. ومن هنا بتوجه بالرحمة والدعاء للفنان الكبير محمود عبد العزيز. محمود المصري كان تعاون بيني وبين الدكتور مدحت، و محمود المصري بدون قطع كلامك هو اللي خلى مدحت يكتب دراما. أيوة. مدحت كان مش ممكن هيدخل الدراما. أيوة. لولا محمود المصري. أيوة. وحبه عبقري في كل افلامه والسينما والشعر وكده، لكن هو كتب محمود المصري وكان يعني قمه التفاني والاخلاص، وبيشتغل حتى معانا يعني مثلا ديكور ده مش عاجبه يروح يجيب من حد صاحبه في الزمالك اكسسوار معين. ده حقيقي. يعني بجد والله، فلازم اوجه التحيه. وطبعا انا فرحان بوجودي مع دكتور يحيى الفخراني اللي عملت له جحا المصري وحماده عزه، واستاذ جمال اول ما قال لي كلمه كلمته ورحب جدا، وبعديها الدكتور مدحت راح بعت لي الغلاف بتاع عتبات البهجه للكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد، رحت على طول قريت الروايه وبدانا بقى الاعداد للمسلسل،
وفرحان برضو بوجودي مع الأستاذة الجميلة حبيبي جمانة. حبيبي جمانة ممثلة جامدة جدا. أنا بتكلم بقى بشكل أنا آسف أن قطعتك يا أستاذ مجدي. بشكل مهني ممثلة شاطرة جدا، وهي ممثلة تديك مساحة كتابة. يعني انت عايز افرد زي ما انت عايز، لانك عارف ان حد هيعرف، في حد تبقى محدود في الكتابة مش عارف يقوله الكلام ده فتكتب على قده. لا جمانة يعني انا اول مرة اشتغل معاك كاتب السنة اللي فاتت في دميانة، كانت حاجة فاق التصورات يعني. حبيبي يا استاذ حبيبي، انا اللي ليا الشرف ربنا. والسنه دي بقى نعناعة، ست الجميله القمر اللي قاعده دي بتعمل نعناعة، اللي داخله شمال في كل الناس، فيعني كانت بالنسبه لي مفاجاه يعني. لا وفي حاجه تانية في نعناعة، يعني كان ممكن شوفي الشياكه والجمال ده، لا هي تخلت عن كل حاجه. ما ده اللي انا بقوله. والعبايه بتاع مكياج حلوه، هي حلوه هي عشان حلوه طبيعي تجري للادوار ديت عشان تبقى جمالها الطبيعي. لكن هي قصده وفي نفس الوقت ما تعبتنيش كمخرج، شويطه حفيظه. ايوه قول لي كواليسها يعني كواليسها. بتعرف يعني بتعرف تردح كده وما بتغلطش في الرد، يعني لا حته لا سوري تطلع حته لا 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 اردني تطلع كده. ده الدكتور يحيى قالها انت مصريه. اه والله ما صدقش ان هي مش مصريه. انت كان فيها يبقى لقاء بينك وبينها زمان اول ما جت مصر. ايوه صح، كنت بحب له الضوء الشديد قوي، وقالوا لي وجيت على اساس ان انا اعمل حب موتا، وكان المفروض ان الاستاذ اللي هو يخرجه. ايوه صح. وبعدين كان عنده عمل تاني فاعتذر عن العمل ده. عن الحب موتا. وبعدين نعناع في المسلسل الست الجدعه، يعني كل الحاجات اللي بتعملها، رغم ان هي بدأت بخناقة مع بهجت، لكن هنشوف في النهاية قمة الجدعنة. بتحبه يعني مدياله قيمته يعني برضو. ممكن أقول حاجة، نعناعة روح الست المصرية الجدعة. خلينا نقول العربية عشان هما شبه بعض يعني. الست اللي هي تحس ان هي بعضها انت متضايق منها، بس في لحظة الجد هي اجدع من كل الناس. لحظة الأزمة هتلاقي هي اللي موجودة، لحظة اللي هي تتعصب قوي بس هي من جواها إنسانة قوي. وعلى فكرة دي الشخصيات اللي هي مش شخصية أجنبية براجماتية عارفة هي بتعمل إيه، عشان لا خالص هي ماشية على سجيتها في الحب في الكره في الخناق في البيع في الشراء، هي على سجيتها وهي دي شخصية نعناع. يعني نقدر نقول عليها طموحة ولا طماعة؟ لا هي مش فكرة، هي الطموح اللي نفسه يوصل لحاجة حياة كريمة بس مش اكتر من كده. حق مشروع لاي بني ادم يعني. لكن ما هياش طماعه. لا طموحه. لا وفي نفس الوقت خايفه على اختها برضو. يعني شوفي كان بتعامل فل على انها بنتها. وده حاجه جميله جدا. وهنشوف بعد كده هتقف مواقف جميله مع فل. انا بقول حتى لما هي مثلا يعني حسناها سنه انها عايزه تجوز فل الحنفي، هي بشر في النهايه على فكره. احنا بنعمل شخصيات حقيقيه اللي هي مش ملائكه، فممكن في لحظه فكرت ان حنفي يبقى هيضمن مستقبل اختها. لا وفي امتى ده حصل؟ لما خطيبها ما بقاش موجود. لما خطيبها ما بقاش موجود وبعد كده لا، يعني لقيناها انه هي بالنهايه حبها لاختها يفوق حبها لاي حاجه تانية. انا كنت بقول لبوسي مهم جدا ان الممثل يشتغل مع ناس مؤمنين بيه بيحبوه، ده مهم جدا عشان يقدر يقدم ويشتغل يعني ويدي احسن ما عنده. كنت بقول لها انه دكتور مدحت حفظني. حفظني. ايوه يعني انا بحس اول ما اقول انا عارف انت عايزه ايه. فما بنتناقش في حاجات كتيره، ودي من احلى الحاجات المناقشه مهمه جدا. ان انت يعني انا بص الست دي بس خلينا انا قاعدين قاعده رمضانيه. انت عارفه انا على طبيعتي قهوه عربي. الست دي مهووس التمثيل خلاص، فعايزه تعمل كل حاجه في الدور. وده حق مشروع وده حقها خلاص. عايزه تعمل كل حاجه في الدور، فبعض الاحيان انا بكبح جماح هذا الجنون. اهدي يا ست، اهدي يا ست نعناع. هبدا اعصابك يا ست نعناع علشان مش عارف ايه بتاع. خلاص احنا حفظنا بعض ويعرف ان انا بعمل. وانت بتقول لها نعناع بتفضل بقى تتكلم معاها نعناع مش جمال. اهدي يا نعناع ما ينفعش تعملي كده يا نعناع. خلاص فهي فاهمه ان احنا انا استاذ جمال الأستاذ مجدي الملك احنا كلنا حريصين عليها وحريصين ان هي لما تطلع في احسن شكل
واخد بالك؟ وهي كمان مديانا التولز الادوات اللي تخلينا نتك عليها فتبقى جدعه وتبقى طماعه في وقت الاحيان وبعض الاحيان تبقى ضعيفه انسانيا زي ما بتقول ثم تبقى شجاعه ثم كل هذه المشاعر المتناقضه ما حدش عرف يعملها غير ممثل عتويل زي جمان. وبعدين يعني انا برضو حسيت فيها ميزه دي كانت مهمه جدا يا مجدي بالنسبه لك انت، لان انت في محمود المصري كان عندك شويه معاناه من المرايات اللي كانت بتدخل للميك اب والشعر. لا مفيش، فهنا مفيش بقى. لا دي جبارة. يعني مجدي كان بيعاني عيني في محمود المصري كان بالستات اللي موجودين استوب عشان يظبطوا الميك اب والشعر. فهنا نعناع مفيش. انا ما شفتش مرايه دخلت جوه الكادر بكل مشاهد جمانة معتمدة على الشخصية اللي هي بتقدمها. وهي على فكرة بتفهم دراما جدا صراحة يعني. هي شاطرة وذكية وطماعة. بس عايز اقول بص بجد الدكتور مدحت كمان يعني الدكتور يحيى لما قريت الكتاب قال لي اهم حاجة يكون الشخصية جديدة عليا ما عملتهاش. دكتور مدحت بجد ومع تقدير الكبير للكاتب الكبير ابراهيم عميد، لكن دكتور مدحت اضاف ان يحيى الفخراني يبقى بلوجر ولي موقع ويكلم الناس بلغتهم. ده جديد بجد، ده حلو جدا وهو ما عملوش. وعجبني المشهد بتاع السنتر لما كان قاعد بيكلم العيال والعيال قلت الادب، يعني انت جايب عيال بيتكلموا بقله ادب اللي هو مال الموضوع ان يحيى نفسه ما لقاش كلام يقوله لهم. ايوه صح، يعني يحيى اتخض من رد الفعل وهو نفسه محتار لان كلامهم رغم ان هو فيه قاسي تطاول او طريقه الكلام مش مناسبه بالنسبه على الاقل له، لكن هو شايف في كلامهم لما رجع انا اتعلمت منه. يعني في كلامهم في منطق، هو حتى ما كانش رد فعله اوفر. هو سكت لانه مش لاقي كلام يقوله دلوقتي. بعد كده لقى كلام يقوله. وده المهم ان يحيى الفخراني بجلاله قدره لكل الناس مدرسه بتتعلم منه، هو لسه بيتعلم من الجيل الجديد. يعني أنا يقول فكره ده بقوله ليه بص ان انا بدي كورسات انا بقالي 6 سنين فانا بديهم خبرته وكل حاجه في الدنيا، بس اتاكد ان انا بتعلم منهم. التمرد والجرأة بعض حن الاراء اللي بره الصندوق اللي احنا تعودنا عليه ولا طريقه تربيتنا وهكذا. فده نفس فكره ان دكتور يحيى ما كان في المسلسل باجر الانصاري ما كانش بيتعامل بس مع احفاده، ده نزل كمان ل 15 سنه و 16 سنه وجيل بجد احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نستوعبه قوي. فما بالك بقى بشخصيه باجر الانصاري. حضرتك سالتين على التيك توك وانا واحنا بنتكلم ان تيك توك هو اللي بيقيم دلوقتي. انا بصراحه تصدقي بقى بكل ده ما كنتش عارف تيك توك خالص ده. فانا الاقي مراتي كل شويه تبعت لي على الواتس حاجه فاقول لها بتجيب الحاجات دي منين؟ وحاجات بقى كل واحد بينظر تحس ان انت قاعد معاك نزار بيتكلم. أيوة. سواء بالشكر بيتحدث سواء بالشكر او الذم. بس برضو ارجع للنقطه اللي حضرتك قلتيها، انا كنت زمان بجيب الجرايد بالليل كانت بتنزل بالليل عشان اشوف استاذ محمد صالح استاذ احمد صالح استاذ عصام بصيله كاتبين ايه على المسلسل. العمود ده انا هقول ايه العمود ده بيودي في ده. عايز اقول حاجه برضو، خليني برضو اقول حاجه عشان احنا يعني لكي نحقق اللي احنا كنا عايزين نقوله في المسلسل. احنا مش ضد اي حد يقول اي رايه في المسلسل زي ما هو عايز. سواء عجبه بس ما ينقضش قول رأيك ماشي. لكن ما هو من وجهة نظره حبيبتي، هو من وجهة نظره نقده ده شايف ان ده رأيه. انا مش ضد على فكرة، انا ضد التطاول بس. لكن قول المسلسل ما عجبنيش، مدحت ده ما عرفش يكتب المسلسل ده، موافق جدا ولا عندي اي غضاضة لان انا مش تمثال ولا انا فرعون ولا انا اي حاجة. ممكن جدا اكتب وحش مرة وارد هنا او غيره او في اي او اكيد كل اعمالي مش كل الاعمال لازم تبقى اعظم حاجه. انا ضد التطور. ضد ان انا ابخس مثلا مسلسل اللي انا شايف ان هو مسلسل حلو قوي والحشاشين. انا شايف ان مسلسل الحشاشين مسلسل اتعمل بحرفيه عاليه جدا ومسلسل مهم لو لم يفعل غير ان احنا فتحنا الكتاب وقرينا مين هم الحشاشين يبقى احنا شكرا للمسلسل. فيطلع حد لا فاهم ولا عارف ويبتدي يتطاول على المخرج ويبتدي يتطاول على المش عارف ايه والمؤلف. طب انت عارف مين هو؟ هو مش عارف مين اصلا الحشاشين. لا هو ده الواحد بيتكلم فيه، اتكلم وانقد او قول رايك بس عن علم
وخش على جوجل كده ابحث شوف منهم الحشاشين دول وان دي طائفه من الشيعة ودي طائفه وبعدين ابتدي اتكلم لكن ما تقولش لكن انا مش ضد الناس تقول رايها سواء سلبا او ايجابا بس ما يبقاش نقد ما يبقاش لان النقد ده دراسه ماشي ماشي يعني قول رايك ماشي انا حبيت المسلسل ما حبيتوش دي حاجه ترجع لك استقبال الجمهور للحاجه طبعًا دي براحتك طبعًا 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 لكن ما تجيش تقول لي حاجات في تمثيل مثلا جومينا وحاجات في اخراج مجدي وحاجات في الكتابه انت كاتبها وهو مش دارس ده يعني ده نقد راي انطباعي يعني على الحاجه شافها النقد ده موضوع وبعدين بلاقي الناس فرحانه بكلام ناس مثلا ملهاش علاقه بحاجه خالص وبشيرة عندها ان هي كويسه عشان او ان هو كويس عشان ده قال عليه كويس أيوة والانطباع بقى ده بياخد ده من ده وده بياخد من ده بيأثروا على بعض كمان مزبوط يعني مزبوط يعني مزبوط الموضوع اختلف يعني البلاتو اختلف يعني للأسف للأسف صح ولا لا ده حقيقي طبعا فانت بتعملي حسابات لده وانت داخله انه ان يعني مناخ التمثيل اختلف عن الاول ولا ما انت برضو لسه يعني مهتمه بان الدور بس هو اللي شغل تفكيرك مش التحابيش اللي لازم تتعمل لنجاح الشخصيه لا انا بشوف ان اهم حاجه الالتزام يعني النجوميه هي التزام اخلاص في الشغل احترام للشغل دي من اهم الحاجات ويمكن ما اعرفش يمكن هو فعلا الجيل القديم اكتر التزاما يعني دي حقيقه يعني عشان نقولها بس انا اكيد انا بنصح كل جيل جديد ان الالتزام مهم جدا لنجاح اي فنان وده الكلمه اللي قالها يحيى الفخراني في السنتر قال لهم لا واللي هو يحيى نفسه بيطبقها في المسلسل كيحيى الفخراني كيحيى هو ده اللي قاله الراجل لو حد غير حرف قدامه لازم يرجع ويرجع يطلبني ويقول لهم هو المؤلف مش كاتب الكلمه دي عشان كذا وده درس ده التزام الالتزام وفي احترام النص واحترام الزميله اللي بتشتغل قدامه واحترام لا يعني هو نفسه درس ما هي قالت لي انا اتعلمت من يحيى الفخراني التلقائيه والالتزام بتاعه يعني العفويه والاداء الصادق والاداء أكيد. اللي هو العفوي ده وتلقائي اللي هو ما فيهوش وخلينا نقول لك عن كواليس عتبات البهجه يعني كواليس عتبات البهجه حلوه جدا بوزيتيف انرجي طول الوقت ما شاء الله صراحه ودكتور يحيى يعني كمان لانه هو سبحان الله يعني هو نجم العمل فهو ليه دور كبير لانه هو شخصيه محبه يعني لكل اللي حواليه بيحب كل اللي حواليه يبقوا منورين مبسوط بكل حاجه بتتعمل وطبعا مجدي. استاذ مجدي انا قلت لك انا يعني فعلا انا كنت بشتغل وانا فكه مستريحه ما بيوترش لا ما بيوترش الممثل ودي حاجه مهمه قوي 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 ايوه ما بتوتر ولا بتوتر ده احسن حاجه هو الوحيد اللي بتوتر لكن ما يوترش الفنانين لا لا ولما بنعمل حاجه حلوه حلوه قوي مثلا الاطراء ده مهم كمان بديكي دافع ان انت تقدمي احسن خلينا شجاعه اقول الطبطبه مهمه طبطبة مهمة جدا كلنا محتاجين طبطبة أكيد بصراحة أكيد وده على فكرة يا مدحت الكواليس بتبان على الشاشة طبعا الكواليس وحشة تحس المسلسل فيه حاجة مش واصلة لك والكواليس الكويسة يعني بيبقى لها حاجة مردود كده. مردود يعني رد فعل اللي جوه العمل بيبان على العمل بيبان على جدا جدا على فكرة زي انت ما اتعلمتي من يحيى الفخراني الحاجات اللي قلت عليها انت معاكي جيل جديد وزي ما دكتور يحيى قال انا اتعلمت من الجيل الجديد قال لهم ده استفدت منكم استفدتي منهم ايه وانت معاكي مجموعة من الشباب ومختلفين معاكي عنبة ده شعبي قوي ده عسل خالد ده في كوكب تاني ده جاي ده يعني جاي من نجاح كبير جدا كلهم هنادي اشتغلنا مع بعض قبل كده وبحبها وفي كده كيميا ما بيننا في الشغل في شبه بينكم وبسنت اللي عامله دور جميله رائعه كل الناس اللي مشاركه بصراحه يعني صلاح عبد الله صلاح عبد الله لا لو قاعد بيحبه بيعاكس ولا مراته وهي بتقفشه الا مراته وهي بتقفشه كل الناس الحلوه دي يعني بصراحه علاء مرسي وعلاء عيطة نسيت عيطة ليه جميل جميل بس بالنسبة فعلا للشباب فأنا كنت سعيدة بيهم جدا
ومبسوطة. يعني مثلا عنبة ما شاء الله عنده قبول عند الناس غير عادي، محبوب جدا، وهو فعلا موهوب وكاميرا بتحبه وتلقائي جدا بتمثيله. خالد زي ما قلتي جاي من نجاح كبير، وكان تحدي بالنسبة له ان هو يشتغل العمل ده. ما اعرفش لو هو عمل حاجة مصري قبل كده، بس لا اعتقد دي اول حاجة، فكمان تحدي كبير بالنسبة له، والحمد لله اثبت نفسه، فاكيد انا مبسوطة بيهم كلهم. يعني ده كان اختيارك خالد؟ اختيارنا كلنا، ولا اختيار مجدي؟ اختيار اي ممثل. يعني احنا بنفرق، بنعرض على الاستاذ مجدي فلان وفلان وفلان، وبنجيب له طبعا الممثلين الكبار زي جمانة وصلاح والدكتور كل دول خلاص دول ما يعني عارف، لكن اللي بيبقوا جداد دول في ناس بتقترح مثلا. فلما انا عمري ما كنت شفت خالد شباط، بس الشباب اللي موجودين معانا كله رشحوا لنا، فجبنا مشاهد ووريناها للاستاذ مجدي. ايوه ده واخد جايزه احسن مسلسل ممثل السنه. وهو الحقيقه الاستاذ مجدي ديمقراطي، لكن الراي الاول والاخير له، لان هو اللي هيشغل الممثل. يعني في الاول وفي الاخر المخرج في الكاستنج والحاجات دي طبعا ده الاساس. انت عارف نظام الشركه عندنا، يعني المدام المخرج هو المخرج يقول انا اعرف اشغل بوسي، لا ما اعرفش اشغل. هنطلع فاصل ونشرب القهوة ونرجع تاني نكمل الحديث الشيق مع عتبات السعادة والنجاح وعتبات البهجة اللي اسعدونا السنة دي، واللي انا سعيدة بوجودهم معايا النهاردة. فاصل ونواصل. عتبات البهجة ليها مورال وليها يعني معنى كبير جدا لازم يوصل لكل الناس، وهي مش يعني الرواية مش بتخاطب جيل معين، ولكن بتخاطب البشرية كلها. وهي ان انت تحط رجلك على عتبات البهجة هتستمتع بيها، لكن في بعض الناس اذا دخلوا جوه البهجة ممكن ما يعني تضيعهم او ما يقدروش يسعدوا بيها. يعني انت كلمني عن المورال ده بالنسبه لك انت يا مدحت. بص انا عندي غنوه كده كنت كاتبها ليسرى زمان بتقول السعاده تبقى ايه؟ امتى احس اني سعيده ولا ليه؟ ليه ساعات القلب يرجع للصبا؟ تبقى كل الناس لذيذه وطيبه ونجوم سمايا احس بيها قريبه، وان مهما الكون قسي هقدر عليه. احنا بنخطف وهي بيعه ورد في فيلم حرب الفراوله. احنا بندور على لحظات البهجة اللي هي ممكن تبقى قليلة قوي، بس بتحقق في حاجات بسيطة قوي. قعدتنا مع بعض وتفاهمنا مع بعض لحظات بهجة، تشربي كوباية مية ساقعة في عز الحر لحظة بهجة. البهجة بتتقاس بإحساسك بيها وانت بتدوري على ايه، والسعادة كلها نسبية. فبعض الأحيان انت بتقفي على عتبة البهجة وانت ما دخلتهاش. يعني نقف على تبلاجة وانا صدق، لكن حتى البحث عن البهجة بهجة. صح كده؟ طبعا. فهو ده معنى الاستاذ ابراهيم عبد المجيد كتبه، وعشان كده الرواية قيمتها في وجهة نظر انها بعد 100 سنة هتقريها، لانها تحمل شعور انساني ملوش علاقة بالزمن ولا المكان. ولا المكان. فهي دي القيمة اللي انا حاولت اوصله من خلال الشخصيات اللي حوالينا، كل واحد بشكله. نعناعة بتدور على الحياة الكريمة والطموح، انها تكبر نفسها في رحلة البحث عن التحقيق الطموح بهجة. بهجة الأنصاري في علاقته، الولاد، الأستاذ صلاح عبد الله في شخصية عرفان اللي بيحاول يعمل خلطات. كلنا في سعينا نحو الحياة بنصادف على لحظات بهجة بنحاول نوصل منها من خلال كفاحنا. ودايما يقول لك ان الوصول للهدف مش القيمة، لكن السعي للهدف وهدف هو القيمة. بالظبط. هل انت عشت عتبات البهجة في حياتك؟ انا عايشة طول الوقت، يعني بدور طول الوقت على يعني في ناس يعني ممكن ظاهريا لا انا طفل البهجة، ولكن ما وصلوش. انا لغاية دلوقتي طفل على فكرة، عايز اقول لك وبفخر ان انا طفل، ان انا لغاية دلوقتي
لما بسمع غنوة حلوة ببقى مبسوط جدا وكأن أنا اللي كاتبها وأنا مش كاتبها ولا حاجة. وده اللي تحطه في الأغاني اللي بتحطها ما بين يحيى الفخراني وبالظبط كده. أنا كاتب بقول كلمة صدق في أغنية تتقال وتعدي في ثانية جايز من بعد سنين تتغير بيها الدنيا. فأنت كن صادق واكتب واكتب اللي حاسس بيه ونعناع تحس اللي عايزاه دلوقتي في التوقيت ده. هي متضايقة من باغت بس حاست ان الراجل ده حامل هم لانها ست ذكية شعبية خلاص. فالموضوع مش كدا. مش موضوع ضرايب. لا هي بحسها الانسان البديع هي حاسة الراجل ده شايل هم فوق همه. خلاص فكل واحد فينا في سعيه في الحياة بيحاول يدور على البهجة. ولقيتها يا مدحت في حياتك؟ كفايه ان انا قاعد معاك. ربنا يخليك. مجدي، عتبات البهجه في حياتك كانت على اول العتبات ولا وصلت للبهجه الحقيقيه؟ لا انا طول عمري ببحث عن البهجه، بس انا بلاقي البهجه لما اشتغل ولما اعمل عمل او لما ابقى في اللوكيشن دي. البهجه بالنسبه لي بجد يعني بهجتك الحقيقية داخل محراب اللوكيشن بتاع كلمة أكشن. طبعا. وبعدين أنا عجبني قوي أول ما جبت الكتاب اسم عتبات البهجة كاسم المسلسل، اسم ساحر بجد. وإنت كمان يا مدحت حاولت تهرب من من نظرية البهجة عشان ما يبقاش في خلط ما بين نظرية البهجة اللي اتعمل قبل كده وعتبات البهجة. لا هو احنا الاسم بديع. الاسم جميل. واحنا عايزين نلاقي له مبرر، عشان كده طلعت انه بيعمل محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة. أيوة. عتبات البهجة لان احنا الاسم ساحرنا انا والاستاذ جمال والاستاذ مجدي وجمانة يحيى وجمانة كلها ساحرنا. اسم عتبات البهجة نفسه هو اسم جذاب جدا، وهو ده اللي الناس كلها بتبحث عنه دلوقتي. بالزبط. يعني كل الناس بتبحث عن يعني زي ما انت كنت تقولي البهجة. نظرية لا كلمة عتبات البهجة هي كلمة نفسها جديدة. اتعمل نظرية البهجة. انا بقول لك لا وجمانة كمان عشان برضو بالنسبة للبهجة قبل ما تسأليها البهجة ايه. هسألها هي بتدور عليها. بس هي عملت مخبخ. بس هي كانت عاملة بهجة في اللوكيشن. ده لازم اقولها بجد والله. هي مبهجة حتى في الحقيقة. ما عزمتناش ولا مرة لا على غدا ولا على عشاء. بس بس خلي بالك هي في رمضان ما بتبقاش متوازنة، فقالت لي انا مستنية كده بس اتعود على رمضان. دي ست الكل والكرم كله فاسندة بنروح عندها. انا هتعمل لنا لا لازم تعمل لنا احتفالية. احتفالية راجل صديقنا وحبيبنا ده هو البهجة بقى. يعني هو ده اللي بيديها البهجة الصراحة يعني. وزملكاوي كمان دي حاجة اهم حاجة. بس بقى بعد الماتش الاخراني ما تتكلمش بقى مدحت، مش عايزين نتكلم في الكورة. البهجة بالنسبة لك كانت عتبات ولا لسه بتبحثي عنها ولا موجودة في حياتك؟ بصي انا سعادتي في اسعاد الاخرين، يعني دي اكتر حاجه بتسعدني ان انا اكون سبب في سعاده اللي حواليا او اني اوصل اللي حواليا لعتبات البهجه. دي اكتر حاجه بتسعدني. لكن بالنسبه لك انت يعني. بالنسبه لي اكيد شغلي بيسعدني، ولادي، وخصوصا ان انا يعني سعيت عشان ابقى ام، ما يعني ما بقتش ام بسهوله، فاكيد كمان كان الشعور مختلف، لان انت بعد السعي ده كله توصلي يعني ربنا يكرمك. فاكيد دي من الحاجات اللي بتعمل لي بهجه في حياتي. اكيد مدحت يعني كتاباتك بتبقى فيها استفاضه كده، ان انت تحصرها في 15 حلقه دي كانت بالنسبه لك صعبه ولا لا؟ هو الموضوع اللي بيفرض عليك عدد الحلقات زي انت نفسك قلت ده كان هيتعمل فيلم. هي الروايه بالظبط. فبالتالي انا فضلت ومعايا طبعا الاستاذ مجدي والاستاذ جمال وكل الناس ان العدد الامثل للحدوته دي يتعمل في 15 حلقه. ممكن تقولي لي محمود المصري عمله في 60 حلقه على فكره طبعا، وحاره اليهود يتعمل في 60 حلقه. فحسب نوع الدراما اللي بنشتغل فيها، فانا شايف ان ده مناسب ومش مرهق لكل الناس زي ال 30 حلقه. خلصنا قبل رمضان، بنمنتج براحتنا، بنعمل مزيكتنا براحتنا وهكذا. ال 15 حلقه ما ادتكش المعاناه اللي بيعيشها المخرجين الجداد دلوقتي، اللي انا عارفه ان مجدي ابو عميره ما كانش ممكن هيخضع ليها، ان انت تدخل معاك حلقتين وتبدا تصور ويجي لك الورقه على الهوا، ان انت ما بتعملش ديكوباج، ان انت ما بتعملش بروفات. وانا شفت صور كانت بتنزلها دايما جمانة ان انتوا مجتمعين قبل المسلسل، ان انت ما تبقاش محضر نفسك
بكل الحاجات اللي هتصورها قبل ما تدخل، وان انت ما تخشش تصور ويجي جمال العدل يقول لك في مخرج تاني هينزل يصور الوحده تانيه سكند. فهل انت ال 15 حلقه ما حسيتش فيهم بالغربه اللي موجوده دلوقتي في لا انا ما فكره ال 15 حلقه انا اول مره اخرج 15 حلقه، وكذلك الدكتور ليه زمان كانوا بيعملوا 13 يا مجدي؟ لا هو دكتور مجدي زمان كانوا 13 كده، لكن احنا في زمان في الفتره لا كلها ثلاثينات كله ما دخلتش مرحله ال 13 انا والدكتور بيضحك. انا اول مره برضه عملت رفعت الهجاك 13 حلقه اول جزء لكن هو الدكتور بيضحك مثلا، انا فاكر كان مسافر وقال لي يا مجدي المسلسل ده 15 خلينا نتفق على كده. وطبعا استاذ جمال انا بعتبر انه عمل مخاطره، ان لو كان عمل 30 كان بالنسبه له كمنتج كم تسويقيا واعلانيا وكده، لكن احنا اتفقنا على 15. انا من وجهه نظري بقى ان ال 15 بتخلص والناس من 30 ساعات رمضان بيفرط منه وبعدين العاملين وبتاع في الاخر بيبقى في حاله زهق. احنا هنا المسلسل مر بشكل جميل، فانا رايي ان 15 حلقه هي فكره جميله واتجاه من الشركه المتحده لكده، وفي نفس الوقت تعمل تنوع في الموضوعات كمان. انا عارفه ان اتعرض عليكي مسلسل 30 حلقه رمضان، ولكن انت فضلتي عتبات البهجه برغم انه 15 حلقه، مع ان كل فنانه تبقى عايزه تقعد بقى طول رمضان وتطلع ما عندها والناس تعيش معاها ليه؟ هو انا السنه اللي فاتت عملت 60 حلقه فاستويتي كنت بطلع من لوكيشن للوكيشن فاستويت بجد. والسنه دي فعلا اتعرض عليا اكتر من عمل 30، بس انا لما اتعرض عليا عتبات البهجه مع الاستاذ مجدي ودكتور يحيى انا اول مره اشتغل معاهم، وبصراحة يعني فضلت ان انا ابقى متواجدة بعمل مع دكتور يحيى واستاذ مجدي، وانا ما اشتغلتش معهم قبل كده. عمل مختلف، الناس كلها انا عارفة انها مستنية. عدا عن كده ان انا فضلت كمان، انا دايما بحب ابقى في ايدي امينة، فانا العدلية سواء دكتور بدحت ولا أستاذ جمال العدل دول أهلي، فأنا بحس أنها فعلا بشتغل وأنا مستريحة بأيدي أمينة، ففضلت أن أنا أبقى في مكان أنا مستريحة فيه. و15 حلقة كده يبقوا نخلصهم قبل رمضان ونرمضان براحتنا. أكيد يعني يعني طبعا في حاجة أنا بلاحظها دايما يا مدحت، أن بنوتك في بتديك وحي للجيل الجديد، علاقتك بيها وعلاقتك بحياتها بتخلي مدحت رايح دايما في اعماله، ان الجيل ده مهم بالنسبه لك ان انت يكون موجود في اعمالك الدراميه، سواء في شارلي سواء هنا. مش بنوت بس عشان انا عندي بنت تانيه وولد، عشان لا بس بنوتك دي اللي هي بالذات. ليه؟ انا يعني لاحظت ان مدحت مرتبط بالجيل الجديد من خلال آية. يعني حتى أنا كنا مع بعض في الجوي أورد، لقيت مدحت نازل مع بنته في الشوبينج، ودي أنا ما بشوفهاش لا من أب ولا من زوج بصراحة. فعرفت قد إيه دنيا آية ليها مكانة كبيرة في دراما مدحت وفي حياة مدحت. آية وطبعا آية بحكم أنها قريبة مني يعني، لكن في نفس الوقت آية واخواتها بيشوفوا قوي كل حاجه اللي طلع في امريكا امبارح بيتفرجوا عليه. هم بالنسبه لي نافذه على ما يحدث في جيل تاني، ومفيش حد هيحبني اكتر منهم ولا بيخاف على شغلي اكتر منهم. اكيد. فهي اول مره ايه تبقى موجوده في اللوكيشن، تقريبا اتدمرت نفسيا، مش بهزر يعني، واقفه على الحرف وعلى الكلمه وعلى مش عارف ايه. يعني هي دلوقتي بتعاني بعد ما المسلسل ما خلص، كل يوم بتقعد 17 ساعه و18 ساعه، فما فيش حد هيخاف عليك قد ولادك. وفي نفس الوقت هم دارسين ومعاهم ماجستيرات ودكتوراهات في انجلترا، فهم عين. ايه بقى نفسها بتقول لي ان هي بتشوف دلوقتي الولاد ال15 و16 كانهم جيل تاني.
طبعا. يعني شوفي سرعة على التيك توك قالت له التجيل التسعينات قديم ففاقوا بتوع التسعينات. أنا عشان كده بقول لك قد ايه الاجيال بتتغير لدرجة ان انت بقيت محتاج كمان حد سنه 15 سنة و 16 سنة عشان تعرف الجيل ده بيفكر ازاي. وعشان انا كمان طول عمري بكتب اغاني فانا بتعامل مع مطربين صغيرين وبتعامل وبدي محاضرات للشباب في كل العالم العربي كلهم شباب وانا شاب نفسي على فكرة عشان تبقى طبعا طبعا انت شاب وواكب الشباب. طب اي حبه مين من الشباب اللينك الشبابي اللي موجود اللي موجود عندنا كلهم اي بتحبني كل... انا طبعا لا لا حبه نعناع طبعا بتحبني جدا لا هي طبعا جيل خالد شباط على فكره معانا اولاد كويسين جدا وحازم ايهاب وهنادي طبعا مهنا وعنبه والبنت بنت يحيى وجميله بسنت جميله واحمد ابو ريا يعني معانا شباب كتير قوي كويسين وهي كانت صاحبتهم بقى يعني جوه اللوكيشن هي معاها خالد العدل خالد سامي العدل واسراء طاهر اللي هي طبعا بروديوسر عندنا ما دول ولاد خاله ولاد عمه وكلهم نفس الجيل فهم كانوا عاملين الجيل مع بعض الجيل ده عرفت توجهه ازاي يا مجدي كان طيع زي جيل زمن الفن الجميل لا ولا قعدوا يقولوا لك بقى كبر خالص حاجات خالص كده لا, يعني لا 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 ومش ملتزمين ما بيجوش في مواعيد لا بيجوا قبل المواعيد بيجي قمه الالتزام بيسمعوا الكلام وتحديدا بقى ايه بالذات لازم اضيف على الدكتور مدحت آية بتعشق أنا عارف إن دكتور مدحت في سارة وعمر بس آية بالذات بتبص لدكتور مدحت في كل تحركاته بتموت فيه هي شبهك قوي وأنا بقى لما يكون عايز حاجة مثلا عايز مشهد كده أقول له نبقى آية قولي لبابا كذا حتى هو مسافر يعني آية هي السلاح اللي بتستخدمه مع مدحت ما أقدرش أقول لا أيوة ما أقدرش أقول لا أبدا ما يرفضلهاش طلب لكن بجد الشباب يعني كان معانا آية وإسراء زي ما الدكتور مدحت وهم محتضنين الشباب دول لكن بغض النظر عن احتضانهم لا الأولاد ملتزمين وبيجوا في مواعيدهم وحافظين نفس لا بجد كواليس العمل كانت أكتر من رائعة لدرجة إن الدكتور يحيى بعد ما بيخلص مشهده ما كانش بيروح كان بيقعد والله يعني ما كانش يتعب ويقول عيان لسه ما خرجتش والله لسه ما خرجتش من العيان نعناع مؤثرة لا دكتور يحيى هو كان أول قال مش هشتغل مثلا عدد ساعات معينة قال لي أنا لما قعدت اشتغل حصل لي نشاط فيخلص مشاهده ويقعد في التصوير معانا يقعد ياكل معانا يفضل قاعد ما يروحش ده جيل عاشق للبلاتو بجد وهم كان البلاتو بتاعهم هو بيتهم بيعيشوا كأسرة مش زي دلوقتي كل واحد في الكرافان بتاعه وقفل على نفسه وتبي عايز تخلصي وتمشي هم كانوا بيروحوا مش عايزين يمشوا وانت تعرف ده حتى مدحت كان بيروح يقعد يعني الكاتب مش خلاص عمل شغله مش مطالب منه انه يتواجد كل يوم بس مدحت كان بيحب يروح يقعد معاه عايز اقول لك على حاجة ويسافر معاه لا انساها اول مرة اشوف الكشكول اللي فيه الاستاذ محمود الله يرحمه مفرغ فيه الملابس أنا صعقت لما شفت الكشكول كل مشهد هيمشي من هنا لهنا وهيبقى لابس كذا وهيقوله هنا كذا وحرك كل مشهد أنا قلت إيه شو إيه يعني إيه البرفكشن ده ما كانش بيعتمد على مساعد راكورات خالص يعني هو اللي عارف راكورات والمسلسل أنا بعمل كده يا أستاذ بعمل حتى الراكور الحسي بس أنا عشان أخش عليهم يا نعناع والله يا أخي أنا فوجئت بالأستاذ محمود هو طبعا كان صديقي جدا كان صديقي كمان قوي فإحنا بنقعد مع بعض طول التصوير فنان عظيم كشكول بتاعه بتاع المسلسل ده هو نفسه يتدرس والله 33 حلقه وهو في كل المشاهد موجود هو شايل المسلسل مع ابطال كتير ايه كم المجهود ده مش جاي يمثل يعني لا يعني في ناس بتروح لسه بقول لها البلاتو علشان مهنتهم وبيشتغل عشان ياخدوا فلوس وفي ناس بتتعب على الشخصية وبتبذل مجهود وبتحاول تصنع منها شيء يعني جمانة بتشتغل
بتتعب عايزه تعمل. ما هي القعده دي مش نعناع خالص يعني لازم نقول كده. ايوه يعني هي لو من الجيل اللي هو احنا فيه دلوقتي هتقول لك ايه وانا اطلع بالفالنتينو والدولشي جابانا اللي معايا واستيلتو وحاجات بقى اللي هي الناس كلها حابين يشوفوها. لا والسنه دي السنه دي كده والسنه اللي فاتت صعيديه وصعيديه ومراسي وشعبيه برضو وشعبيه يعني دي كانت مراسي دور وحتى يعني انا قلت شعبي تاني يعني عملت شعبي هتعمل ايه واحده يعني انت ما اعرفش شفت مراسي ولا لا مراسي اللي عملتها شخصيه والردح اللي هناك غير الردح اللي هنا يعني طريقه الردح هنا غير الطريقه درس ردح الحياه درس ردح انا بتهيألي جوزك بيهرب شهر رمضان منك لما بيشوف الردح ده يعني بيخاف مني. النهارده قدامك كاتب عظيم طبعا. ومخرج كبير وانتي طموحه احنا عارفين ده وجواكي طموح اكبر من الضوء الشارد يعني شارد وشارد قولي له ايه الدور اللي نفسه يعمله لك اللي عايزه تقعدي كده بقى تطلعي كبت السنين فيه يعني قولي ايه امنيتك قدام مدحت يمكن مدحت كده السنه الجايه يلاقي الدور ده ليكي هو عارفني انا طماعه في شغلي قد ايه وبحب شغلي قد ايه ما اقدرش اقول لك مثلا ان انا عايزه الدور الفلاني او كذا بس انا نفسها تعمل ميوزيكال خلاص انا عارف يعني انا عايزه انت عارف احنا اتكلمنا سوا انت عارف هي نفسها تعمل ميوزيكال خلاص انا مش هتكلم ما شفتهاش لا انا مش هروح بقى مش هتكلم انا مش هتكلم طب عايزه تعملي ميوزيكال ليه عايزه تعملي كتير. لا 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 انا عارفه ان هي نجحت نجاح باهر وعارفه انها من يعني يعني حاجه ما حصلتش بصراحه وكل مره فعلا ابقى رايحه عشان اشوفها يحصل حاجه فانا اكيد هموت واشوفها لا وعارفه العرض جاي فين عشان انا هجيبها ونفسي اعمل حاجه ميوزيكال انا عايزه اقول لك على حاجه انا يوم كان اخر يوم عرض في السعوديه انا فاكره اليوم ده كويس وايه ومدحت قال انا عازمكم تيجوا تشوفوا النهارده اخر يوم عرض شارلي شاب فانا قلت طيب يعني راحه جامل مدحت بصراحه يعني ايه انا يعني مش قادره استوعب ان انا هقعد اسمع ساعتين ونص مزيكا ووجوه جديدة ويعني مش وميوزيكال ايه يعني احنا مش بنعرف نعمله يعني اروح اشوفه في لندن يعني انا دخلت قعدت من هنا والدموع اسأليه فرحتي جريت على المسرح بقيت اكلم الناس فتحت لايف وقلت للناس يا جماعة انا في دنيا تانية انا مش قادرة اصدق لدرجة ان في ناس في مصر ما كانوش موجودين بقى في الرياض بيكتبوا لي ايه يا ده انت اوفر قوي يا ده انت مبالغة لما جم عرضوا المسرحيه هنا قدامي في اركان الناس دي بعتت لي رسائل وقالوا لي انت ما كنتيش اوفر انت كنت بتقولي الحقيقه ما شاء الله الناس اللي كانت داعمين جدا جدا لنا بوسي من اكتر الناس اللي يعني حقيقه لازم يعني. تشوفيها اذا بتحبي الميوزيكال اكيد يعني. بحب الميوزيكال قوي نفسي اعمل معاها حاجه ميوزيكال بصراحه وان شاء الله هشوفها قريب قوي ان شاء الله وشخصيه دراميه بقى يخرجها مجدي مجدي مش هيخرج ده حبيبي حبيبي دلعني دايما اكيد انا نفسي اعمل حاجات تطلع الامكانيات اللي عندي انا بحس ان لغايه دلوقتي جوايا كتير وانا بعشق شغلي انا بحب المهنه دي بحبها مجنونه بيها فاكيد نفسي اعمل حاجات افاجئ نفسي فيها قبل ما افاجئ اي حد صراحه انت شايف امكانياتها بعد ما اشتغلت معاها ايه الدور اللي ممكن تعمله جومانو هي ممثله من العيار الثقيل وفي نفس الوقت بتفهم في الدراما حتى وانا بكلم الاستاذ جمال قال لي لا ما انا عارف ان هي بتفهم جدا في الورق يعني انا مش عارف بس هي جومانا ممكن تعمل قصه صعود سيده من القاع حتى تصل الى القمه بس الحاجات بتاعت زمان دي لا ايوه لان الجمهور في مصر بيحب الحته دي جدا بيحبوا رحله الصعود رحله الصعود طب دكتور انت شايف ايه انا ممكن اعمل أيوة. ايه بص انا بساله المايك معاك خلي المايك في ايدك انا نفسي احطها في حته تانية خالص انا نفسي اطلعها سيريال كيلر واو يعني والله العظيم بجد لان ده منطقه هي ما عملتهاش يعني عامل الست الجدع عامل الست مش عارف ايه الست الاموره الست مش عارف لا سيريال كيلر شخصيه سايكوباتيه نفسيه
انا مش هنام النهارده. لا حقيقة، لان هو ده بقى اللي تقدري تطلعي منه كل ليرز التمثيل اللي ممكن تتخيليه. وانا عليها يعني انت بتكلميني دلوقتي وانا بعد بصيت لها كده وقلت عشان تبقى دخلت لا عشان تبقى دخلت منطقه ما حدش عملها يعني ما عملتهاش قبل كده. هي دي الشخصيه تطلع لك كل امكانياتك. واحنا بنتمنى ان انت من دلوقتي بقى تبتدي تعمل لنا تجهز يعني تستفيد بالنجاح اللي انت عامله مع اللي جاي احلى وتعمل لنا حاجه احلى سواء سينما او تلفزيون. عايزين سينما طبعًا كمان يا مدحت يعني. يعني انا نفسي اعمل سينما. احنا نفسنا أنا تعمل أنا سينما. طب ايه اللي مأخرك؟ لا مفيش، انا بالعكس انا عندي مشروع دخله بعد العيد على طول وعندي صعيد اتنين، فعندي عندي مشاريع يعني. يعني عندي مشاريع. مبسوط بالاعاده بتاعت صعيدي في الجامعه الامريكيه؟ مبسوط لما عشان لقيت الفكره. قبل كده قال لي 3 سنين بيتقال لي وانا مش عايز اعمل ومش كده، لغايه لما لقيت الفكره بقيت مبسوط. يعني الحفاظ على نجاح حاجه بيبقى فيها مخاطره. طب ما نسيب ده يعني مش عندك افكار كتير. بص هقول لك على حاجه، اللي يخاف ما يشتغلش. تمام. يعني الجزء الثاني من الجاد فازر احلى من الجزء الاولاني، رغم ان الجزء الاولاني خد اوسكار وخد. فانت طول الوقت بتخش تجارب فنيه. لا تخاف من نجاح ولا تخاف من فشل، انت تفضل تشتغل وتعمل المجهود اللي المفروض ان انت تعمله كمؤلف كمنتج زي ما احنا بنعمل في حياتنا. النجاح ده بتاع ربنا، واخد بالك؟ فانا طالما الفكره دخلت في دماغي وانا بقيت مهووس فيها بيها زي ما انا بقول للاولاد، لو مش مهووس بفكره ما تكتبهاش. فانا الفكره اتهوست بيها الجديده دي، ربنا بقى يكتب لها النجاح ما يكتبلهاش، بس انا حابب ان انا اعملها. مش هخاف بقى ان هو نجح من 25 سنه لو فضلت خايف ما كنتش كتبت حتى بعد صعيدي، كنت قلت طب ما انت كده هتكتب ايه تاني بعد صعيدي وهكذا يعني. لا اللي هو الواحد دايما يقول انا عندي افكار، مدحت عنده افكار كتير. ما هي افكار جديده. ما انا مش ليه نعيد؟ لا مفيش اعاده يعني. بمنتهى البساطه، ماذا حدث لولا الابطال بعد 25 سنه؟ ماذا حدث لهذا الوطن بعد 25 سنه؟ بعد اللي مش هيجي هقتله في الزمن اللي في زمن الروائي هيقول ده ما جاش، ده اصل حصل له كان سافر وما رجع. انا بتصرف بتتصرف يعني. الكتابه بتتصرف يعني. خيال مجدي. الدراما نورت بيك. الله يخليك. اعتقد بقى مش عايزين تبعد عنها. لا ان شاء الله خير يعني. اكيد الفتره الجايه التواجد بتاعك لازم يكون اكتر بإذن الله. ولازم ترجع تاني تقدم لنا ابداعاتك اللي احنا إن شاء الله. احنا لسه بنقول عن العلامات الكتيره اللي حضرتك عاملها. بجد يعني برضه عايزه اسالك يعني المسلسلات اللي موجوده عندنا مخرج بيعرف ينجح مسلسلاته. الحمد لله. وده طريقه مجدي ابو عمير. الله يخليك. ان هو بيعرف ينجح التوليفه اللي معاه وبيعرف يعمل التوليفه الحلوه وعارف الجمهور عايز ايه. الحمد لله. محمد سامي شايفه زي من الجيل اللي موجود على الساحه دلوقتي. انا شايفه مخرج متميز جدا، ويعني هو يعني اما قابلني يعني قاعد يشيد انه يعني اتفرج على مال البالون كله قبل ما يخرج. لكن انا شايفه مخرج بيعرف الجمهور عايز ايه، عنده الحته بتاعت مجدي انه يعرف يعمل طبعا يعمل التوليفه الحلوه. دي ودي مهمه طبعا يعني. طبعا. دي كانت عند يحيى العالمي طبعا، كانت عند مجدي ابو عميره. مظبوط يعني. مظبوط. حسن الامام مظبوط بيعرفوا مظبوط التوليفه دي. مظبوط. ايه اللي عجبكوا في المسلسلات؟ شفتوا حاجات انت قلت الحشاشين؟ انا شفت في المونتاج جزء، بس انا في المونتاج لغايه النهارده في المونتاج لسه. لكن طبعا في مسلسلات لازم هتفرج عليها يعني. ولا مسلسل زي الحشاشين بقالهم سنتين عن حدوته زي دي، وكاتبه عبد الرحيم كمال وبطوله كريم عبد العزيز وانتاج لازم هشوفه يعني. لسه ما تابعت حاجات لا صغيره. لا تابعت حاجات صغيره منه، بس عشان احنا انا والاستاذ مجدي بنمنتج كل يوم لغايه 3 صباحا فما عندناش وقت نتفرج على حاجات تانية. جمانة اتفرجتي على حاجات؟ لا والله ما اتفرجتش، بس لازم اتفرج طبعا. لسه خلصت تصوير بقى. جوزي بيتفرج على الحشاشين. الحشاشين بس انا لسه، بس ان شاء الله لازم اتفرج واشوف زملائي عاملين ايه اكيد. هل انت شايف ان الحشاشين ينفع لرمضان ولا كان لازم يتلعب بعيدا عن رمضان علشان اهميته لا لا ملوش دعوه يعني. انا مثلا احنا في رايا وسكينه كل الناس قالت لنا ما تعرضوش في رمضان، واصل ليه رمضان وقاتله دغدغ كسر الدنيا في رمضان. فلا يعني بالعكس يعني
في رمضان الناس السبوت على المسلسلات بيبقى قوي جدا جدا. وهو مسلسل جدير. وعلى فكرة برضو عايز اقول للناس المسلسل مش يعني مش بتكلم على الحشاشين، اي مسلسل طالما هو له قيمة فنية ما هو هيفضل عايش. وافتكري حديث الصباح والمساء بالظبط. يعني افتكري حديث الصباح والمساء اللي بقى ايقونة من ايقونات الدراما. هو لما نزل الناس كانت مستغرباه، لكن دلوقتي بقى حديث الصباح والمساء. فالعمل الجيد هيفضل موجود وعايش سواء كسر الدنيا دلوقتي سواء نجح نجاح مش قوي دلوقتي. مش بتكلم على اي مسلسل، بتكلم في العموم. لكن طالما المسلسل في جهد مبذول وفي قيمة هو هيعيش هيعيش أكيد. لا والحشاشين في فكر عبد الرحيم كمال و ابداع بيتر ميمي وانتاج ضخم جدا جدا وصوره رهيبه وكريم عبد العزيز. لكن انا كنت شايف حاله تربص المسلسل ده من الاول الحلقه الاولى للاسف الشديد من بعض زي هو في حاله تربص كتير يعني بس مش بس المسلسل ده. يعني انا بشوف ان زي ما قلت ان التقييم الغلط بيوصلنا النتيجه غلط. مظبوط. بيتربصوا الاعمال وبيشجعوا في اعمال زي الدكتور مدحت يعني قال اللجان الالكترونيه. احنا انا يعني ما بقتش ادي ودني قوي للاراء اللي موجوده على السوشيال ميديا، ولكن انا دايما ببحث عن الشارع. الشارع عايز ايه؟ ايوه. الاعلانات راحت فين؟ مظبوط. المسلسل اللي الناس حباه بجد في الشارع، لان الشارع بيقول حاجه ودايما السوشيال ميديا حاجه ثانيه بيقول حاجه ثانيه. واحنا بنقدم مسلسل، انا بتكلم عن اعتماد بهجه للبيوت، لكل فرد من افراد الاسره يتفرج عليه. مسلسل هادي، لا في اكشن ولا في ضرب نار ولا في ما فيش استعراضات. لا لا لا، قصه حدوته في حدوته دراما. وفي رساله بنوجهها للشباب، فدي حاجة جميلة جدا جدا. يعني قبل ما نقفل بقى، أهم رسالة كنت عايز توجهها للشباب من خلال عتبة البحر. لا للناس للناس عموما، إن إحنا العالم العربي لا يعلم فضيلة الاختلاف. ما عندناش الاختلاف. أنا لو اختلفت معاك يعني على رأي الله يرحمه كاتب الكبير الساخر جلال عامر، لما راح مؤتمر عن الاختلاف فجي يرفع ايده قالوا له اسكت، فقالوا لهم انا جاي مؤتمر عن الاختلاف، قالوا له لا انا ما فيش اختلاف. هو جاي فاحنا ما فانا كان اهم حاجه عندي ان انا لا ادين جيل ضد جيل. احنا مجرد ان احنا مختلفين في طريقه الحياه، ده اللي انا كان نفسي انقله. ان انا انت ما بتفهم ام كلثوم موجوده بس انت مش عارف تدور عليها. لكن ما فيش جيل يطلع ام كلثوم ونقول جيل تاني لا مستحيل يطلع ام كلثوم. لا ممكن تطلعها بس انت مش عارف تطلعها ازاي. فكل جيل له حسناته وله مميزاته وله مواهبه وله ابداعاته، وعلينا ان نعترف بذلك. ولان احنا كنا صغيرين وكبرنا، والصغيرين دول هيكبروا وهيبقى عندهم صراع اجيال مع الاجيال الاخرى. اكيد اكيد. يعني بتمنى ان احنا دايما نقدم القيمه الحلوه اللي عملنا الدراما والتوليفه الحلوه، وتفضل دايما الدراما المصريه ليها مكانتها الحلوه بوجودكم وبمجهودكم. واتمنى السنه الجايه تقعدوا معايا انتوا الثلاثه يكون عملك الدور الحلو اللي وعدك بيه مدحت، وتكوني محققه نفس النجاح. بعيدا بقى عن عايزه اشوف بقى شخصيه تانية غير الشعبي ده ان شاء الله. ان شاء الله يعني إن شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبه واسعدتونا ويا رب دايما مجمعانا والله. بهجه في حياتنا في ال 15 يوم اللي في رمضان، وسعيده بيكم وسعيده بوجودكم. وان شاء الله دايما نتجمع على نجاحاتكم. جايه معاك دبي عشان شارلي شابلن. انا وزملاء نقدر شارلي شابلن ان شاء الله بعد العيد. ان شاء الله. مجدي في انتظار بقى باذن الله. باذن الله الاعمال اللي جايه. شكرا. الف مبروك يا حبيبتي ونورتيني ودايما ناجحه ودايما بتقدم لنا نوعيه حبيبتي. مختلفه ودراما مختلفه، ودايما عطائك للفن بيكون قد حبك ليه. حبيبتي منوره يا رب. بشكرك من قلبي بجد. شكرا. بشكرك.